التكليف في بيروت، ضيوف على مسؤوليتك. من مصر الفنانة ليلى طاهر، من سوريا الفنان جمال سليمان، ومن أيام السادات المخرج محمد خان، ومن لبنان المذيعة نجوى قاسم، والآن حامل المسؤولية الفنان دريد لحام. شكرا 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 جميعا، شكرا يا قلبي. تفضلوا 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 تفضلوا. شكرا، يسلم الايدين يا رب، واهلا وسهلا فيكم. اثنين بغينيا كانوا عم يسبحوا بنهر واخذوا راحتهم، يظهر اكثر من اللازم. اسماك البيرانا لحقت اثار البول لوصلت لهاتنين ونزلت فيهم نهش لموتتهم. بيظهر انه اسماك البيرانا حريصة على نظافة البيئة أكثر من البني آدم. بحارنا أنهارنا مسابحنا بحاجة إليك يا بيرانا. بحفلة عرس ببريطانيا صارت خناقة، اضطرت فيها الشرطة استعمال الغاز المسيل للدموع لفك الاشتباك بين المدعوين العروس والعريس. قضوا ليلة الدخلة بقسم الشرطة. بيقولوا انه الزواج برميل قطران فوقه طبقة عسل، وباعتبار ببريطانيا بيسوقوا على الشمال بيظهر العرسان فتحوا البرميل من سفله. بموجة الخرافات الدينية اللي عم يروجها الصهاينة، اعلن حاخامات اليهود عن ميلاد البقرة الحمراء يلي بتبشر ببناء الهيكل. البقر طاب وجنوا اليهود. أعلن السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية أن فريضة الجهاد لتحرير القدس ما بتحتاج لقرار من الجامعة. خايف أنا بمؤتمر القمة القادم يلغوا الفتوى. اليابانيين صمموا ثياب جديدة للممرضات بتساعدهم على حمل المرضى. كتير من المرضى طالبوا باختراع ثياب تساعدهم على حمل الممرضات. السفاح شارون من هواياته جمع الأجهزة الكهربائية، منتمنى حدا يهديه كرسي كهربائي. أشهر سحرة إيطاليا ديفينو أوتيلما عمل جلسة تحضير أرواح حتى يخلي مؤتمر 8 الكبار بجنوة يتخذ قرارات إنسانية. بعد ما سمعنا مقررات المؤتمر عرفنا أنه ما حضر من الأرواح غير إبليس. رئيسة الفلبين طلبت من الناس انه يساعدوا القضاء ليتأكد من اشاعة انه الزوجة قبض رشوة من شركة اتصالات حتى يساعدها على تجديد عقدها. مفهومة، بدها تخلص من جوزها. بمهرجان دولي للرقص الشرقي، الراقصات المصريات رفضن مشاركة راقصات من اسرائيل، وسبع دول عربية قاطعت مؤتمر المقاطعة. يا عرب تعوا كلنا نتعلم الرقص، بركي بتزيد نخوتنا. بمدينة كاسكافيل بالبرازيل فرضت السلطات عقوبات على الموظفين اللي بيتسلوا بالنميمة أثناء الدوام. طيب إمتى بدنا ننم؟ مواطن ألماني نام بالقارب تبعه بالدنمارك فاق لقى حاله بالنرويج، ما بيعرفوا يعملوا حدود. سيدة متزوجة من 40 سنة، قولوا أنا متزوج من 30. سيدة متزوجة من 40 سنة قرت خبر إنه فيل بماليزيا حضن المدرب تبعه، قام كسر له ضلعين. قالت هاي الزوجة لزوجها، ولك كسر لي 10 ضلاع بس عبطني. ب
شكرا بأندونيسيا وبقوة القانون خلعوا الرئيس عبد الرحمن واحد. يا ترى كم واحد في عنا؟ بس بدنا قانون بالأول. عامل هندي الدوري. أيوة شكرا سيد واحد سمعك ايش حكيت عنه وهيو معك على الهواء مباشرة. عبد الرحمن واحد ما غيره من أمريكا. من أمريكا. ألو عبد الرحمن أهلا وسهلا بهالطلة عبر الأقمار الصناعية يا أمر. شو بتريد نديلك، فخامة الرئيس السابق ولا السيد واحد؟ نديلي واحد هاف لأنه أنا كنت واحد هلأ صرت ولا واحد. ميجاواتي تضامنت مع المعارضة وقررت تخلعك، فباعتباركم كنتوا أصدقاء من الطفولة. كنا طيب يعني ما كان ممكن تحط جبنتك على خبزتها وتتزوجوا وتكونوا أسرة حاكمة؟ أردت عليها نتجوز بس هي ما قبلت. ليش؟ شو بدها أحسن من الشبوبية؟ قال شو قال؟ أنا نسونجي. نعم شو قالت؟ شو قالت؟ أنا نسونجي. بس عفوا مو معروف عنك هالشي. اسمع أنا عندي عصبي بعيني بتضل تغمز، بقى كل ما تشوفني عم بحكي مع السكرتيرة تفتكرني عم بغمزها. هي بقى والنواب اللي كانوا معك وانقلبوا ضدك. لما كنت حل مشاكل الشعب كانوا عم بيحلوا كلمات متقاطعة. بس يعني بلا مؤاخذة واحد حاف يعني عم يتهموك بالفساد. حط بالخرج، لو الفساد مبرر لخلع رئيس لانخلع 90% من زعماء العالم. يعني يعني ما بتعتقد انك اخطأت بشي كان سبب عزلك؟ بلى اخطأت لاني ما حطيت اصدقائي واتباعي نواب بالبرلمان. نعم واعمامي واولادهم واسرتهم قادة جيش. ايوه واخوالي وانسبائهم قادة للشرطة. ايوه واولادي قادة للمخابرات وبناتي نواب للرئيس. يا ريتك عملت هيك، كنت حبكتها من جميع الجهات. لكان وما كان لازم احلف يمين على الدستور. ايش لكان على شو بدك تحلف؟ على دليل الهاتف او على شي دستور عربي. على دستور عربي انو منهم؟ هيدا يلي بيطردوا فيه الجن لما بيقولوا دستور يا اسيادنا اشتات اشتوت اشتوت اشتات اشتات. طيب ما بتعتقد انه حماسك لاسرائيل خفف من شعبيتك باندونيسيا باعتبارها بلد اسلامي؟ وانا مسلم يا اخي، ليش ما في اسلام عملوها؟ شيلنا من السيرة. لا ما بدي شيلك، عملوها ولا ما عملوها؟ عملوها. طيب خلينا نغير الحديث، ليش ما نقيت غير امريكا للعلاج؟ لانه الامريكان حطوني وهن شيلوني. نعم بقى مجبورين يعالجوني. وان شاء الله ان شاء الله في تحسن. بطيء. نعم. وخايف يصرفوني قبل مطيم. طيب سؤال، لو صار لك ترجع رئيس ترجع؟ برجع. مين عم يحكي معي، جورج بوش ولا ابنه؟ لا انا دريد لحام من برنامج على مسؤوليتي. دريد لحام من برنامج على مسؤوليتي. حل عنا يا بس. قطع الخط. وهلا بتمنى ترحبوا معي بالضيوف اللي شرفونا الليله.
آخر إبداعاته السينمائية فيلم أيام السادات من مصر المخرج محمد خان. دائما مواكبة للحدث، معها نتعرف على أحداث العالم. من لبنان المذيعة نجوى قاسم. على مدار سنواتها الفنية الطويلة استطاعت أن تحتفظ بإعجاب الجمهور واحترامه. من مصر الفنانة ليلى طاهر. تعددت أدواره وتنوعت، ولكن إطلالته بقيت دائما إطلالة نجم. من سوريا الممثل جمال سليمان. لموا إيديكم وأنتوا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ورجعين. يسلموا في بحفلة كوكتيل هي اللي بيعملوها على الواقف، في وحدة سألت صاحبة الحفلة يعني صاحبة الدعوة، قالت لها لك دخلي هاي الفلبينية الحلوة اللي عم تضيف لي منادى وين راحت؟ قالت لها ليش بدك كاسة تانية؟ قال لا بس بدي أعرف جوزي وين راح. مسألة العمالة الأجنبية بالبلاد العربية يعني بتشوفوا فيها شيء خطر مثلا ولا ما فيها؟ لا فيها أخطاء كتير، مش خطأ واحد، هي مجموعة أخطاء للعمالة الأجنبية. يعني إذا إحنا ركزنا على العمالة الأجنبية بشكل مكثف فبيبقى فيها ضرر، أولا لأصحاب البلد نفسهم اللي ممكن يقوموا بنفس الأعمال، إحنا بنحرمهم من العمل ده وبنديه لعمالة أجنبية. إذا كانت العمالة الأجنبية طبعها ومبادئها وأخلاقياتها بتختلف مع البلد اللي بيشتغلوا فيها، طبعا ده بيبقى مضر للي بيعملوا عنده ومجموعة بكل نعم. يعني وخاصة يعني ان هي عمالة تسللت للبيت كمان، مو بس عمال بناء ولا غيره، كمان في البيوت صار دخلت مسألة التربية، تربية الطفل. هي المشكلة الأساسية انه العمالة كل المجتمعات بحالة النهوض، يعني مثلا العمراني والصناعي وإلى آخره بتحتاج لعمالة، لأنه الأيدي العاملة اللي موجودة بالمجتمع نفسه بتبقى غير كافية. أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجت لعمالة كتير، طبعا خلقت مشكلات فيهم بعد اجتماعية وقانونية كبيرة لهدول الناس اللي يشتغلوا بهي البلدان. لكن المشكلة الآن نحن عنا بالوطن العربي وخاصة بالدول اللي بتعتمد بشكل أساسي على العمالة الغريبة هي مسألة العمالة داخل المنزل، لأنه هلأ هنا دخلنا بموضوع اجتماعي وأخلاقي وتربوي. صحيح. يعني إن الأولاد مين بده يربيهم؟ بتربيهم أمهم ولا بتربيهم السيدة اللي جاي من دولة ما من الدول وقد تحمل مفاهيم وقيم مختلفة، أحيانا يعني تحمل مشكلة نفسية معينة ممكن تأثر على تربية الأولاد. بس هالمسائل كلها لازم نناقشها باتجاه أنه ما نطلع بالنهاية عنصريين، يعني هاي نقطة مهمة جدا. صحيح. هو على كل حال يعني مثل ما قلت البلاد، وخاصة يعني الواحد يطلع على بلاد الخليج يلي هي أكثر بلاد فيها الأعمال الآسيوية بشكل خاص، يعني طبعا بيطلع انه فعلا لولا جابوا عماله ما بينهض النهوض العمراني والاقتصادي بس برضه بشكل يمكن خطر. يعني باحصاء جاي من الامارات بيقول لك اهل الامارات كان نسبتهم 64% سنه 68، هلا صارت نسبتهم 18%،
المواطنين الإماراتيين يعني بالنسبة لمجموعة هذه ما لها علاقة بس يعني بمسألة أنه عايزين أو مش أوقات في مشكلة. اليوم نحن عم نعيش اقتصاد بسموه اقتصاد السوق والاقتصاد الحر، يعني في عمالة بتجي على الدول سببها بشكل رئيسي أنه كلفة العمل بالنسبة لأبناء البلد أعلى من إذا استوردت عمالة أجنبية. ليش ما بيستوردوا عرب؟ ليش ما بيستوردوا عرب؟ ما بعرف، يمكن كمان إلى علاقة ب يعني الريت تبع الأسعار. يعني اللي بيشتغل يمكن ب 200 دولار مش هو ذاته يلي بيشتغل بس نفس الشغلة ب 500 أو ب 600 أو أكثر. شغلة ثانية يعني في أوقات يعني أنا مش دائما إلى جانب سيء، يعني كمان إنه في كتير خاصة بالدول اللي نهضت من الستينات وبالجاي بالعالم العربي، يعني كانت العمالة اللي اجت لعندها كانت أساسية بجلب خبرات وتقنيات ومهن ما كانت موجودة يمكن نكون عم نستفيد منهم، مش دايما عم يكونوا ضدنا. يعني بتشوفي انه مثلا بيجيبوا العمالة هذه باعتباره العامل الأجنبي أرخص يمكن ومطيع أكثر، باعتباره بحس حاله انه هو غريب. لا مش مطيع أكثر، هو يطيع القوانين ويخاف وانه بدي يجمع عرشين وامشي، بينما العربي ممكن يعمل شوية مشاكل يمكن. لا مش مطيع أكثر، يمكن ابن البلد له حقوق أكثر من الأجنبي يمكن بالنسبة للشركة، يعني بيقدر يلاحق ابن البلد، يقدر يلاحق رب العمل أكثر ما بيقدر الأجنبي كمان. لا على أساس أنه يعني لو كان عربي اشتغل في بلد عربي آخر بيبقى له كرامته، بيبقى له احترامه لنفسه والبلد. لا هو معلش اسمحوا لي أنا أكون جريء شوي أو لئيم احكي انه فعلا بحس يعني انه العرب بيخافوا من بعض في بعض الاحيان، وخاصه يعني انه يعني مو سر اذا قلنا انه مثلا بعض المنظمات الفلسطينيه بزمانها طلعت عن دورها اللي تشكلت مشانه وابتدت تتدخل بسياسات البلاد اللي هي فيها، وهذا ولد صراع كثير مؤلم مثل ما صار بزمانه بالاردن وبلبنان اللي إن شاء الله بتنذكر ما تنعاد. يعني بجوز العرب بيحسوا حالهم أنه هي بلد عربي إلهم فيها فبيقدروا يتداخلوا فيها، مشان هيك بيخافوا من العمالة العربية. الفلسطينيين مش عمال كانوا، يعني الفلسطينيين لاجئين ببلادنا. بدي أعلق على هالقصة بعد ما يقول رأيه الأستاذ محمد. لا أنا كنت عايز أختصر. لا تفضل. لو أي بلد بتشتكي من هذا الوضع فيشجعوا الأزواج في حجرات النوم، فبالأجيال القادمة مش محتاجين يجيبوا عمالة خالص. نعم ده رأيي. نعم يشجعوهم على ايه؟ على كل حال الازدياد السكاني بدول الخليج والمملكة العربية السعودية من أعلى نسب الازدياد السكاني يعني بالمنطقة، وهذا الشيء يعني إيجابي بهالمكان هذا من العالم، بجوز يكون منه إيجابي بأمكنة أخرى لأنه هنا فعلا مثل ما عم يتفضل الأستاذ محمد بحاجة لقوى بشرية. لكن بس بدي أرجع على قصة العمالة العربية والعمالة الغير عربية بالدول. شوف أستاذ دريد، أنت لمست قضية لازم نكون صريحين فيها. أحيانا كتير في يعني نمط بالتعامل عند شعوب معينة ما موجود عند شعوب أخرى، فمنستسيغ هذا النمط وما بنستسيغ أنماط أخرى. يعني العربي لما بيشتغل بدولة عربية هو لا يشعر بنفسه أقل من أي مواطن بالدولة اللي هو عم يشتغل فيها. يعني لو رحت لأشتغل بمصر ما لح أحس حالي أني أنا أقل من أي مصري، ولا بسمح لحد يعاملني أقل من أي مصري. لو جاء المصري إلى سوريا أعتقد أنه المفروض يكون نفس الشيء شعوره، وأيضا أنا كسوري شعوري تجاهه ما لازم يكون إلا تماما شعور بالتساوي. لكن أحيانا بصير أنك أنت بتستقدم عمالة من مناطق أخرى، يعني بيبقى نسبة خضوعة أو طريقة تعاملها أدبيات التعامل تبعها يعني بتسمح له. لكن يعني أنا مبسوطة قبلين معي بقصة الأرخص. لا هو الأرخص طبعا الأرخص تلعب دور كبير. بس كمان هي يعني لما يعني طبعا من حبنا بدولة الإمارات العظيمة نحن عم نقرأ الإحصاء اللي صادر عن الإمارات، يعني لما بيكون نسبة الغير إماراتيين 82% بشكل خطر، يعني يوم من الأيام يقول لك هذا نحن الأكثر هذه البلد إلنا. كمان أستاذ دوريد بأوروبا مثلا يعني بأوروبا أكيد هل ممكن يقولوا لحد يعني مجموعة مثلا الأسيويين اللي بيشتغلوا يقول لهم فجأة اطلعوا ما يقدروش؟ لا طبعا. خلاص لا بس هو الاعتماد على القوى البشريه تبع هون بانها تحل محل القوى المستورده بالنسبه للهنود. ايه انه
حاولوا يطردوهم. ايه حصل نفس يعني لما بدأوا يزيدوا يقتنوا ويقتنوا لا وطردوا كتير طردوا كتير. الشعب الامريكي كله عبارة عن هجرات عاملة وفي 240 مليون هن كلهم المهاجرين راحوا يشتغلوا. صحيح يعني صحيح. وقعدوا واخذوا جنسيه واخذوا جنسيه. خليه خايف انا هدول يقعدوا. هو على كل حال في مشكله من الجنسيه برضه يقعدوا. على كل حال في مشكله قانونيه من هذا النوع الان بكثير من دول الخليج العربي، انه في ناس صرنا 20 و30 سنه الان مشكله التجنيس والجنسيه مطروحه بقوه بدول الخليج، لذلك هو التفكير فيها بشكل موضوعي وبشكل اولا غير عنصري، هذا امر مهم جدا لانه لازم تكون العنصريه ابدا مو من صفاتنا كعرب او كمسلمين. صحيح. النقطة الثانية انه لازم نفكر بمصلحة بلادنا على المستوى البعيد، بس انا بدي اعقب على نقطة الفلسطينيين والخوف من القصة هي. ليش يعني معلش مين قال انه العمالة اذا اجت من اماكن اخرى ما بتشكل خطر على البلدان احيانا؟ يعني لا بالعكس انا برأيي انه نحن كعرب ما بنشكل خطر على بعضنا ابدا الا اذا دخلنا بشيء ما بيعنينا مثلا بهالبلد اللي ضيفتنا نحن. هي مشكله لانه شو اللي بيعنينا واللي ما بيعنينا يعني برجع بقول لك مزبوط العرب بضلوا بيخافوا من العرب. وفي مساله ثانيه متهيألي انه يمكن التسميات اوقات نحن بنطلقها بتقوم بتكربجنا، مثل ما نقول مثلا بدل ما نقول مساعده ربه منزل نقول خادمه. مشان هيك مثلا ببلد ما مثلا خليني اقول انا باعتبار سوري يمكن ما تلاقي بنت في سوريا تشتغل خادمه، بس تروح تشتغل خادمه ببلد ثاني. مثلا ما بتلاقي مثلا مصري بيشتغل عامل بمصر، بس ممكن يروح على هولندا يشتغل عامل، مش لأنه هولندا لأنه بيستحي يمكن ببلده يشتغل الشغلة بعيد عن مجتمع مو هيك مزبوط. يمكن لو تحصل تسميات وصار ينظر لهيك من زين ثاني كمان. مثلا أستاذ محمد خان معنا هون، إنه حضرتك أكثر شيء يمكن رب عمر بين موجودين. نحن بنشتغل تحت إدارات مخرجين. يعني بالأكيد إذا أنت الأكيب اللي عم تشتغل فيه أكيب اللي عندك لفيلم، إذا صح لك إنه يكون عندك جنسيات مختلفة. أصل أنا يعني أنا أتمنى إن العالم ما فيهوش التفرقات دي كلها، دي مسألة أخرى بقى. عارفة إن كل واحد له حق يروح هنا ويجي هنا ويجي هنا، ده حلم طبعا مش هيتحقق في عمرنا، ولكن بما إن ده الواقع اللي إحنا عايشين فيه وكل واحد خايف على مصالحه وخايف على بلده بالخطوط بتاعتها، بنخضع للحمايات اللي بتتقال دي. انما في الاخر انسان انسان اكيد، والعالم عالم ويروح اي مكان يعني أكيد. بالنسبه للتسميات انه نسميها شغاله مثلا او نسميها خدمه او ليش ما بيسموها مساعده ربه منزل بدل ما يقولوا خادمه وتمارس عليها ديك فوقيه؟ واي بنت فعلا ببلدها ما بتشتغل خادمه، بس بتروح لاي بلد تشتغل خليني اقول مساعده ربه منزل بسبب النظره اللي عم نكرسها الدوليه. هي النظره مش الاسم، لانه أيوة. الاسم احنا غيرناه، يعني مثلا كانت خدامه بقت شغاله، شغاله يعني عامله، عامله بعد شوي عارف يعني ايه شغاله يعني خدامه. لا بعدين بتصير زوجة صاحب البيت. صار ما صار لانه حسب السن بقى. لا لانه في وحده ظاهر عندها فلبينيه ظريفه ببيتها تشتغل مساعده ربه منزل، بس يظهر على وشها في شويه ضوء كمشه جوزها معها باوضتها، يمكن هي من فلبين او غيره، الفلبينيات حلوين بشكل عام. المهم تقاتلت مع جوزها وقامت لقيامه وطرنه، بعدين مسكتها لهذه فلبينية قالت له ليه كم مرة منبه عليكي انه لما بتفوتي على اوضتك بدك تنامي بتقفلي الباب؟ قالت له والله قفلته بس كان فات وخلاص. منيح اللي ما جاوبتها، قالت لي باعتباري انه مساعدة ربة منزل فانا لازم ساعدك بكل شيء كمان. راجعين. شكرا. في واحد مسن عمره حوالي 85 سنة مريض، أخذوا أولاده على الدكتور، الدكتور فحصه بعدين قال له الأولاد ما بوشين،
بس يبدو عنده حالة يعني إحساس بالوحشة باعتبار توفت زوجته توفت أمكم، فيعني لحتى تزيلوا له حالة الوحشة هي بركي بتلاقوا له واحدة عمرها 60 50 أرملة تجوزوا إياها. قالوا لا تقتنعوا، إجوا قالوا له لأبون والله يا بابا هيك قال الدكتور، وإن شاء الله نلاقي واحدة هيك عمرها 60 سنة تناسبك. قال لهم إذا ما لقيتوا واحدة بال60 هاتوا لنا تنتين كل واحدة 30. مسألة المسنين والعجزة وملاجئ العجزة، هي المسألة عقوق من الأبناء ولا يعني مسألة فرضتها ظروف الحياة الجديدة؟ يعني أنا حس أن طبعا مع العلم ما في عجزة أكتر يعني، فبالتالي برضو في احنا عندنا غير برا عندنا عاطفة نحو أن يحس بعار لو ياخد نعم. أمه يحطها في مكان تاني هو مسؤول عنها، ساعات ده مش عملي يعني، ساعات ست نفسها من مرض او عاجزة على انها تتحرك في الحياة يعني، ده منطقي. بس برضو نحط الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، وهل كل واحد يقدر على ده، هل الحكومة تقدر تلعب دور في ده ولا لا، مشكلة كبيرة يعني. انا شايفة انه مش وحش يعني انه بيوت العجزة بلاش نسميها بيوت عجزة، المسنين، دار مش عارفة الهنا، دار السعادة، دار اي دار بقى نسميها. كتير من الاباء والامهات لما بيكبروا في السن تبقى عندهم شخصية مستقلة، هم صعب عليهم انه يقعدوا مع مرات ابنهم او مع جوز بنتهم، بتزيد احساس بالملكية يعني ملكية الابن، بيحسوا انه مش هم اصحاب البيت، مش هم القادرين على التصرف فيه، فده بيؤلمهم جدا حتى لو كان اولادهم حنينين عليهم. لكن لما بيروحوا مكان زي ده بيحسوا انه كل الموجودين زيهم، في مساواة، لغة مشتركة، موضوعات مشتركة بينهم. نعم. لو خدناها بهذا المعنى ما يبقاش فيها حساسية ان انا اخد ابويا وامي اروح احطه، لا، اذا كان هم لهم هذه الرغبة. متهيألي يمكن هون لازم نفرق بين مسألتين، بمسألة المسن والعجز، لانه كانوا يسموه مأوى العجزة، يعني هو في فرق بين مسن وبين عجز. عجز يعني مريض بده مستشفى، وقد يكون دار السعادة هذا اللي عم نحكي عنه هو المستشفى، لكن مسألة المسن بقى هل انت يعني انا باعتقادي انه هي فكرة تفرضها ظروف الحياة، بس هذا ما بيمنعني اقول انه ظروف الحياة هي منا انسانية، لانه انا ابدا ما بشوف من الصحي لرجل او امرأة كبار بالعمر ان يكونوا موجودين بمكان فقط في كبار بالعمر. يعني انا بتذكر انه ستي ام محسن الله يرحمها رحمة الله يعني فاتحة يعني صار عمرها 70 سنة وهي كانت تستمتع حتى بالفصول الناقصة اللي كنا نعملها معها، يعني منها صحيح. مثلا انه ستي بالعيد تبقى جايبة شوكولا فخمة مشان ضيف ضيوفها وولاد اختها وولاد خالتها والاخر، فاكتشفنا وين بتخبيهم، كانت تخبيهم تحت تختها، فنحن نزحف كنا صغار لتحت التخت ونفتح العلب وناكل الشوكولا ونترك القشر فيها ونسكر العلب، وهي تفوت بكل ذكاء ودهاء تفتح العلبة وتغطيها ببشكير مشان تمرق بالصالون، بنبقى نحن شي 20 حفيد مغطيتها ببشكير مشان ما ناكل منها، وتفوت تقيم البشكير وتفتح العلبة وإذ كلياتها صفيان فيها الورق اللي نحن أكل، تزعل بس كان تحب انه تكون موجوده لانه عم تشوف احفاد، عم تشوف استمرار الحياه. صحيح. صعب بالحياه انك انت تضل مع ناس من عمرك دائما، يعني لازم ما اكبر منك ولازم ما اصغر منك، لكن في حالات انه فعلا الكبار بالعمر بيصلوا لمرحله بدهم رعايه طبيه مباشره، صار دخلنا بالعجز بالضبط، ساعتها ما بيقدروا يمكن الاولاد انه يامنوا هذا الشيء، ممكن يعني ساعتها بتحسبوا هذا اللي بسموه ما هو بتحسبوا مستشفى او امام الشيء اللي بيقول عنه الاستاذ جمال بشرف كتير دقيق، وخاصة انه هالأب والأم هدول اللي هن فنوا عمرهم وكونوا هالجنة وكونوا هالولاد وربوهم وكذا، تجي بآخر عمره مثلا تنفيهم إلا إذا برغبتهم بقى هن حابين زي ما يربوا طبعا. بس بتعرف هو شو بصير بأوقات بصيروا قد مو زراف المسنين، أو أصلا إن شاء الله نصير زراف يعني.
مش بلشنا بالمسنين هي بلشنا بنحاول نحاول لا لا لكن كنا نحن صغار لما بدنا نقول عن واحد كبير بالعمر نحن بالشباب نقول اوه كبير عمره 40 سنه صرنا بال40 صارت الكبير كبير عمره 60 صرنا بال60 صرنا نقول لك يا اخي كبير 80 بيبقى عم يحكي انه توفى فلان مسكين 60 70 سنه ما صار عمره 70 سنه شب لساته ففعلا المسنين قد مزراف في بعض الاحيان بتلاقي طبعا نتيجه عمر خف السمع اوقات بخف النظر الحركه بتصير غير شكل بس بيصير عندهم شغله بالسمع تحديدا شغلتين ما بيسمعوا شيء الا شغلتين بيسمعوا إذا وقع شي شغلة بالمطبخ انكسرت أو إذا اندق جرس الباب كان عندي أنا ستي طول النهار قاعدة هيك شو كسرتوا بالمطبخ مين دق الباب غير هيك ما بتصبح بس لا أنا ستي صار معه فصل أبصر من هيك مع جدي أنا ستي صاحب الدين كتير كتير ورمضان بالنسبة إلي يعني شغلة يعني مقدسة للغاية وبتفرح فيها كتير فجدي كان يجوع بعد الظهر فيدور يدور بالإذاعة هيك لحتى يلاقي الإذاعة في أذان المغرب وغالبا إذاعة العراق لأنه العراق بغداد بيأذن قبل بساعة تقريبا من الشام فيعلي لي الراديو لستي بتسمع القرآن أنه بلش القرآن وبلش فيا حرام يا ما فطرة قبل الموعد بساعة تقضي السنة تقضي السنة عم ترجع تكفر عليه عم تعيد رمضان يعني انت هلا موافقه يعني مع توافقه كلنا هيك قلنا انه نفرق مساله العجز هو مرض عن المسن اكيد لانه اصلا دور العجزه نحن يعني شاغلين عن خلينا نقول مستشفى دور العجزه ما فيها بس مسنين فيها كل انواع العجز يعني حتى العجز الخلقي اللي عندهم حالات خلقانين وكتير كتير كتير حالتهم مشافي صار اسمها هاي ايه يعني فهني مش بس يعني اي حدا يعني يمكن حدا اصيب بحادث سير وانشل شلالتين وكذا وما بقى في مجال لعلاج ممكن يكون بدار العجزة بس ممكن يكون صغير بالسن انا والله يعني بشوف ناس بيقولوا مرضيين لله وللوالدين جد والله انه حتى لو ابوه او امه عجوا وما بيقدروا يروحوا على الحمام بتلاقي بيجي عم يحكي لي في لي صديق بيجي بيحكي لي بكثير من السعاده بيقول لي حممتها اليوم اخذتها على الحمام وحممتها ونظفتها و يعني ما في شك المساله يمكن فيها هو حجم الرعايه مع القدرات اللي قاعد معه الشخص صح هيدي هي كل القصة وأنا بعتقد هاي المشكلة مدنية يعني مش بتضيع ضيعنا بتلاقي كل يوم بعد الظهر هالختيرة قاعدين قدام البواب هيك ومونسين ببعضهم يعني بيعملوا هن مجتمعاتهم يعني مرة في برنامج أنا كنت بتكلم فيه في يوم عيد الأم فرحت في دار للمسنين ففيها مجموعات فيها سيدات وفيها رجال مسنين مقيمين فيها فأنا بسألهم يعني أنتوا ليه مقيمين هنا هل أنتوا مبسوطين بالإقامة هنا ولا لا فلقيت كثيرين منهم جدا مبسوطين جدا بيقول لي احنا سعداء جدا لانه احنا مش في سجن احنا في حريه انا بروح ازور ولادي بيجوا يزوروني احفادي لو المقتدر بيقول للسياره والشوفير بيجوا يزوروني لك شغله ست ليلى متهيالي في 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 بعض الاحيان الكبار بيعملوا هيك تصرفات مش من داخلهم بس لحتى ما يحرجوا اولادهم بيقول لك انا مبسوط هون بس هو حتى ما يزعج ابنه او بنته بيقول له هو مبسوط بجوز هو ما يكون اطلاقا بضل البيت بضل البيت والاجيال في حنان اكثر برايك هلا احنا بننسى حاجه واحده بس رايهم هم نعم رايهم هم يعني انا ما بتاخدش لا عم اقول حتى حدا واوقات لو هم وافقوا انت بتقول يعني بتقول رايهم مهم رايهم هم في الموافقه انه يروحوا سيدي يعني هلا اسمح لي هلا اذا اجى ابنك انت مزوج لا جد عم بسألك متزوج انا ولا ابني لا انت جد والله العظيم هلا يوم من الايام واجا ابنك يعني بعد عمر طويل ان شاء الله وما اصب بعجز مجرد مساله مسن وسالك بابا مو اريح لك بدار السعاده للمسنين مجرد سؤاله هذا او حالك بجواب بجوز انت ساعتها تقول له ايه اريح لي ابني بس مش من قلبك تقول عرفت كيف أجوز أدي له كلمتين في العطل أو حالك برغبته أو حالك برغبته بسؤالك بالسؤال هو على كل حال نحن بمجتمعاتنا ما وصلنا لحد لهالدرجة لحتى نقدر ندرك قديشها صعبة بس بالغرب
حقيقة الناس اللي عاشت بالغرب واحتكت مع هالنوعية من الناس فعلا صعبة. أنا بعتقد أنه ما حدا مننا بيقبل أنه تنتهي حياته بهذه الطريقة، وخاصة أنه هلأ أنا جبت سيرة الغرب، هلأ طلع بالسواح اللي بيجوا على بلادنا كله من 80 و90 ومن فوق، ابدا كله يعني نيك لما يوصل لدرجه مسن بيصير بقى افاق انه يروح يسافر ويعمل سياحه ويتفرج على الدنيا والى اخره. هذا اذا كان معه مصاري. احنا عم نشوف نسبه قليله من الاوروبيين استاذ دريدي اللي معهم مصاري انه يعملوا سياحه وهن بهذا العمر، بس في يعني ملايين الناس اللي ما عندها وقاعده ببيوتها، يعني 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 بتسمع بالاخبار انه ما عاد عندها تدفئه، ماتت من البرد وهي وحيده مثلا بالبيت. يعني احسن لتكون ساعتها بدار للمسلمين طبعا، يعني لانه عم تختار بين المر والامر ساعتها صرنا، او ممكن انهم اغنى من اولادهم يعني، او اولادهم ماتوا. بالعالم العربي في رعاية لهذه المسألة، ولا ما نبحث عن الرعاية نرجع نقول انه لا لازم البيت هو يكون الرعاية، البيت هو يكون الرعاية ده الأصح يعني لكل لازم نشتغل على الخطين استاذ. شوف نحن لازم نحافظ، بس انت لما بدك تطلب من البيت يكون هيك لازم يكون البيت بيعيش بنظام حياة معين. يعني من زمان مثلا انا كنت عم احكي عن ستي، انا كل خالاتي ساكنين ابعد بيت عن ستي 1 كيلومتر. طب هلا بامريكا اقرب بيت يعني بامريكا يعني يعني هلا كل من عم تفرطع فمزبوط هذا يعني. الشيء صعب يعني اذا انت اولادك عايشين مثلا بمدينه تانية او ببلد تانية عم يشتغلوا، طيب كيف بدهم يأمنوا هذا الشيء؟ انا برايي انه لازم العائل الدولة ممثلة للمجتمع انه تحترم هدول الناس وتعد لهم العدة فعلا لاستقبالهم افضل استقبال في هذا العمر لما بدهم يدخلوا لحالة المرض وشيخوخة. بنفس الوقت نحن لازم نفسح مجال ايضا للعائلة بأن تكون إذا اختارت ذلك واختاروا مثل ما عم يقول الأستاذ محمد أنه يعيشوا المسنين ضمن العائلة أن يكون هناك إمكانية لذلك. صحيح، هو فعلا يعني ما كانت هذه المشاكل بارزة أول، لأنه إحنا بتذكر بصغرنا بالبيت اللي كنا ساكنين فيه 6 عيال ساكنين فيه طبعا، أو عمومي و... يعني راح هذا لسه في مين يعتني بالموجودين، بس هلا عم يصفى يعني الأب والأم، لا أنا مثلا ومرتي ساكنين لوحدنا، يعني بكرة لا بتصير مسنين نحن لوحد اصلا، لانه اولادنا تجوزوا وبعدوا ما عاد في هداك البيت الكبير اللي فعلا غياب واحد يغطي حضور الاخرين. قال في هذا اللي كنا عم نحكي فيه اللي قال بده يتجوز 2 كل واحد 30 اساس يصرفوا له اياها، يعني فراطه طلبها فراطه قال جابوا له اولاده وحده وأول كبتوتة 16 اشتروا له يا هشري 16 سنة عمره الظاهر، معهم جماعة معهم الحمد لله من سورين. فليلة الدخلة هيدي عنصرية قعدوا فاتوا وياها على أوضة النوم، بقى عروس صغير 16 سنة حرام لسه ما عارفة شي بهالدنيا ولابسة الأبيض وخجلانة وعاملة هيك، هو كمان قاعد على طرف تخته وعم يلحات شي ساعة ساعتين ثلاثة يطلع فيها، بعدين قال لها ايه قالت له نعم، قال لها اهلك ما قالوا لك شو لازم نعمل ليلي هديك خجولة يا حرام، قالت له لا، قال لها مشكلة وانا نسيان. رجعين بلد عربي كان في رئيس وزراء غير ناجح، ما هنقلكم انه بلد ومشان هيك كان مشان هيك كان ما هو محبوب اطلاقا ومكروه من العالم. المهم ماشي بالليل مره عم يتفقد احوال الرعيه بالليل الساعه 12 واحده بالليل، عم يتمشى ما في حدا بالشارع، سلت بجوره بلش يصرخ انقذوني، واحد مرق بالصدفه حط سلم وطالعوا، بعد ما طالعوا قال له شكرا عرفني من هنا، قال له لا والله بلا زغرة ما بعرفك، قال له انا رئيس الوزارة وتعال بكرة لمكتبي باعتبارك انقذتني شو ما بتريد بلبيك.
قال له الشغلة الوحيدة بطلب من بطلبها منك اوعى تقول لحدا اني انقذتك والله بيقتلوني. هل نسمع يعني اوقات هيك بصير الناس بتعرفوا بتشمشوا اخبار يعني في كتير من الأحيان بتنبأوا بمسائل وخاصة مسألة تغيير الوزارات وتغيير كله بيقول لك في تغيير وزارة بهاليومين بترحلة 10 سنين يعني في تغيير وزارة إلى آخره. أنتوا ما يعني بتلاقوا تغيير الوزراء أحسن ولا لازم يثبتوا باعتبار بيصير بيفهم أكثر بوزارته؟ لا أكيد لازم يتغيروا. ليش؟ يعني اولا باقي بيلحقنا دور يعني اذا بيتغير. اولا هي اولا ثاني لا اذا يعني الوزاره هي انعكاس للحياه السياسيه باي مجتمع ولحاجات البلد بيكون اوقات ناس موجودين بهذه الوزاره بيحملوا افكار معينه مظبوط يعني افكار جيده ولكنها بتمثل جزء بيجي أشخاص تانيين كمان بكفوا يمكن بكملوا فراغاتها ودي كانوا وقعوا فيها وبيكون أكتر التمثيل عم يتجدد فبالتالي هذه عملية لإشراك كل العالم ويعني خلوا الناس تحس أنه مش في 10-15 بيت محتكرين الحياة السياسية لا الحياة السياسية لكل الناس. هو هي لها اتجاهين يعني التغيير حلو وعدم التغيير لازم يستمر الوزير يعني أنا رأيي إنه الوزير لازم يستمر لفترة يعني مش سرعة التغيير يعني فترة قديش هاتي لنشوف قديش تقديرا لا قبل ولا بلش نفهم على مين عم تحكي لا يعني حسب قدراته حسب قدراته حسب إنجازاته حسب فهمه يعني برأيك مسؤولياته يعني مش واحد مثلا بيتعين وزير وبعدين بيبدأ مشروعات أو بيفهم الوزارة قبل ما بيكمل مشروعه أو قبل ما بيخدم وزارته بنشيله ما هو كده ما يبقاش بس بيجوز المشروع يضل له 40 سنة كمان لا مش للدرجة. هو تغيير الوزارات على الطريقة اللي مرقت فيها إيطاليا فترة من الفترات يعني هو هذا كارثة يعني مش بيخلق مشكلة بيقول البلد في أزمة سياسية أزمة سياسية تعني أزمة اقتصادية ومعيشية والآخرية وايضا يعني استمرار الوزارات لوقت طويل جدا بيحرم الوطن طبعا بيحرم الوطن من الاستفاده من خبرات اخرى وجهات نظر اخرى يعني ليست المساله مساله فشل انا برايي انه وينستون تشرشل حقق انتصار لبريطانيا في الحرب العالميه الثانيه ومع ذلك نزع انتخابات يعني طلع بطل العالم في الحرب العالميه مع ذلك انه اختار الشعب البريطاني رئيس وزراء اخر ليش لانه يعني خلصت الحرب بدنا رئيس وزراء اللي ما بعد الحرب كان هو صحيح. عظيم بفترة الحرب هذا ليس عندنا لا قبل الحرب ولا بعد الحرب كله يعني نحن ليس انتقاص من شأن حدا بعد بس كمان بنفس الوقت لازم نعرف انه تغيير الوزارة كل يوم والتاني هذا بيعكس حالة صحيح. عدم استقرار بالبلد وبالتالي اي شخص بده يجي يشتغل باي مشروع ان شاء الله ما يكون وزير ان شاء الله يكون مدير دائرة بسيطة انت طالب منه انه ينجح هالدائرة هي كمان بده وقت هو لحتى لانه المشروع لا يأتي اكله مثل ما يقولوا باللغة العربية أحيانا لبعد مثلا سنتين أو ثلاثة فالتوازن به المسائل مهم جدا ولازم قبل كل ذلك دائما النظر إلى المصلحة العليا للبلاد بهيك صحيح. مسائل مشروع وزير صحيح. أكيد جمال مع أنه يقعد كتير ولا أنه يصير تغيير انسجاما مع المتغيرات بالبلد هو نأخذ خطوة أولية قبلها يعني هو اختيار الصح للوزارة يعني نعم. ودي المشكلة الأساسية يعني مثلا في حاجات ما نقدرش مثلا نجيب ناظر مدرسة ونعمله وزير حربية نعم. يعني بنجيب واحد من الجيش نعمله وزير نعم. حربية وبالتالي في حاجة أقسام أخرى لابد أن يكون مناسب لها ده ممكن مش ضروري يقعد كتير لأنه عارف الشغلانة يعني نعم نعم ممكن نغير الدم فيها كتير إنما لما بجيب واحد مالوش بالوزارة دي فبياخد وقت طويل قوي لغايه لما يتعلم المسائل دي وبعد ما يتعلم مش عايز يسيب الوزاره يعني عاوز يعني هيروح يتعلم حاجه ثانيه بعد كده شغلانه يعني كمان تربيه كواجب يعني لازم كل وزير لازم يبقى له مساعدين في خطر من الوزير اللي بيطور يعني مش وزير يبقى هو كل حاجه وما فيش حد بيساعده او يتعلم منه او يبقى خلف له او لوزاره ثانيه او حاجه لازم يبقى في تربيه كوادر لكل وزير علشان يوم ما يتشاف يبقى في غيره برافو عليك يا هو يعني بيجي لما يصير تغيير وزاري ما بيأثر
على أداء الوزارة، لأنه هو بيمثل وجهة نظر أو سياسة دولة عم يطبقها وفي كوادر مزبوطة، بس أكثر الوزراء العرب بتحسي أنه بيجوا بذهنية انقلابية في بعض الوزارات انقلابية، يعني بيجي كأنه كل اللي ما سبق ما بيسوى وبيبدأ من الصفر، يعني حتى فرش مكتبه بده يغيره، يعني أنه قاعد عليه هداك أنا ما بقعد عليه هذا. لا أكثر من هيك، في بعض الشغلة بلبنان مرقنا فيها من فترة، أنه في وزارات وين مرقتوا فيها؟ بلبنان. آه تفضل. بيجي وزير بيتغير طاقم العمل، طبعا كل واحد له حق يكون عنده يعني ناس معه بيوثق فيهم، بس بيتغير مجموعة بيفوت ناس جداد على الوزارة، بيتغير الوزير بيبقوا، فبالتالي صحيح يمكن بيتجمد شغلهم ولكن بيبقوا بلوائح الموظفين، فشغلة تراكمت عشرات السنين في وزارات فيها مئات الموظفين اللي نصهم ما بيشتغلوا. لا وفي ساعات الموظفين دول هم اللي بيشغلوا الوزير، لانهم هم ساعات قاعدين لهم خبرة في تحرك الامور أكثر من الوزير اللي جاه ده. هذا إذا في تغيير، بس كمان إذا ما في تغيير بتعرف شو بيصير مثلا؟ يعني هيك بتخيل، يعني أنا ما عملت وزير، لو إن شاء الله بصير وزير بدي أجربها هذه، هو إنه يعني بأي عمل في شيء اسمه مجموعة العمل، مجموعة حتى بالفن إنه طبعا. والله مجموعة بصير له مجموعة وعزوة وبصير بهنن بيسيطروا مثلا على الوزارة، وبصير مسألة المراقبة والمحاسبة غير ممكنة، لأنه خاصة إذا كان طلع من الوزارة وصار تغيير ورجع ذاته صاروا بيخافوا أكثر ويبطلوا إطلاقا يفتحوا تمهم حول أي غلط، لأنه بيعرفوا قاعد هذا أكثر منهم. فيمكن التغيير ضمن معايير بيبقى يمكن أفضل، مشان هيك أنا لا تجي إلي بقول لك أنا بفضل تجربة الأردن ولبنان بهالمسألة، لأنه التغيير بيجيب دم جديد الحقيقة. يعني هلا نحن ما بننسى مصيبتنا بسوريا بمسألة المرحوم محمود الزعبي مثلا، أنه 13 سنة رئيس وزارة بآخر شهر أنه طلع فاسد. طيب هذا الفساد عمره زمان، بس لما بيقعد واحد بيطول بصير ناس تخاف منه، تقول لك هذا مدعوم هذا محسوب، لا تحكوا لا. مزبوط ولا لا أستاذ دريد؟ الوزير لحتى ينجح أولا لازم مثل ما تفضل أستاذ محمد يكون كفؤ، يعني جابته كفاءاته وليس أي سبب آخر، لا عيلته ولا عشيرته ولا طايفته ولا مذهبه ولا شيء. النقطة الثانية بيلزمه إكيب عمل يشتغل معه بشكل جيد ويحترم الناس اللي عم تشتغل معه. يعني الوزارة ما هي إقطاعية ولا هي مشروع شخصي، الوزارة هو مكان تتنفس فيه سياسات عليا لوطن بأكمله. النقطة الثالثة اللي بجزمة تخطر على البال، كل وزير لحتى ينجح ينقصه معارضة. ما في شيء بيثق لك مثل معارضة. اليوم أنت عم تقدم برنامج أستاذ، إذا الناس كانت عم تكتب نقد وأنت عم تقرأ نقد لبرنامجك هذا، إذا أنت إنسان شاطر بإمكانك تحول هذا النقد إلى سلاح لك وليس سلاح عليك، أنك أنت تطور برنامجك تشوف الناس وين العيب عم تشوفه إلى آخره، فأنت تطور هذا الشيء. نحن يعني بالعالم العربي أحيانا نفتقده، بيجي أحيانا الوزير وكأنه يريد أن يلغي كل شيء عمله الوزير اللي قبله، أو حتى انقلاب، أو أحيانا الوزير اللي قبله بيخليه يجي على وزارة فاضية. يعني نحن كمان شفهيين، يعني ما عندنا تراكم وما عندنا توثيق، يعني هي 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 كارثة ومصيبة. المفروض ان الوزير لما يفوت على مكتبه الجديد تماما ما يحس اي موظف انه تغير اي شيء، الوثائق والمجموعات العمل وكل شيء ماشي ويستمر، ما بصير القصة تاخذ اكثر من 3 ايام. هذا لانه الادارة اللي لازم تحكم مش الوزير، الوزير يطبق يعني سياسات ومصالح هذه الدولة وليس العكس. مش مصالح الدولة على قياسه. تغيير الوزير ما بيهد الوزارة، لكن بيجيب دم جديد. يعني كمان مو معقول الوزير يضل قاعد لتخلص مدته كمان، يعني ليخلص صلاحيته عفوا، مثل ما بيكتبوا على الكازوز انه هذا بس لسنة كذا انه خلصت صلاحيته، ما بيروح لتخلص صلاحيته. طيب في كمان دم الشباب اللي فعلا بيفهموا العصر اللي صاروا متحمسين، لانه بعدين الواحد بيصدي. يعني هلا جوب رسام ولا فنان صلاحيته شو بعدك تعمل فيه؟ بعد فترة بيصدي، ما بيقعد بيطلع معه طبعا. لو بعدين عم تخلق مشكلة هي انه الوزارات الطويلة الامد استاذ دريد عم تترك احساس نفسي انه لما الوزير بينقام وكأنه طرد، عرفت علي كيف؟ بس لما بصير تغيير الوزارة سنة طبيعية بصير اي حدا بيقبل انه يكون وزير وبيقبل انه ما يكون وزير، يرجع استاذ جامعة، يرجع استاذ مدرسة، يرجع ضابط عادي بالجيش الى اخره يعني. بس لما بتطول الوزارات كل الوقت بتتغير الوزارة انه بيقولوا طار،
يعني طار ما هو ما بيتغير الا مشان هيك يعني بتخاف تصير وزير مشان ما يصير فيك انه مثل انه قلعوه يعني مشان هيك التغيير الدائم بيعطي شباب وبيعطي كم وزير كم وزير حطيت للسادات بايام السادات كم وزير عينت كم وزير انا عين ايه تقريبا قد ايه ثلاث وزراء داخليه اظن وزراء ثلاث وزراء داخليه فقط وزراء الداخليه اللي تغيروا في الحدوته اللي عندنا يعني يعني اثنين وزارات حربيه اثنين وثلاثه داخليه اها بس بس كل الفتره في حاجه بتنقصنا برضو انه لما الوزير بيحس انه في مثلا في المجالس النيابيه او من الشعب بيقولوا نسحب الثقه من هذا الوزير او انه غير صالح مفروض انه هذا الوزير يستقيل احنا ما عندناش حاجه اسمها يستقيل في العالم العربي يعني صعب قوي ما حدا بيحرق يعني ما حدا بيزعل ما بنسمعش انه وزير استقال هو لازم يقال فيا ريت يبقى في برضه لا هو عفوا هو تصليح للمساله يستقال خلينا نقول يستقال ايوه يعني هن بيقولوا له بتلفنوا له بالليل بتلفنوا له بالليل بيقولوا له استقيل على بكره بيكتبوا بجريده انه استقال هو استقال شو استقيل عفوا استقيل نحن كثير الحقيقه يعني من جوات قلبي بتشكركم وشكر شريفكم وفي سؤال هيك لازم نساله دائما انه لو كنت بموقع مسؤوليه شو الموقع اللي بتختاره وشو اول قرار بتعمله انا برايي انك تشكل الوزاره ونحن قبلانين لانه حاجه هي لانه الوزاره كلنا تاخذنا معك وزراء يعني لا والله لانه لانه التغيير ما بيقعد يخلي حدا يخاف في داخل الوزاره انه في تغيير ما بيخاف اذا في شيء غلط بيقول بس اذا ما في تغيير بصير بيخاف بخاف من الوزير بخاف اذا راح يرد يرجع ايه تفضل يعني انا لو كنت يعني اني مسؤول ما بعرف شو هو الاسم تبع المنصب اللي هو بس مهم انه يكون عندي كامل الصلاحيات باني يعني اجعل من الفن والثقافة حقيقة وسيلة من وسائل الدفاع عن خصوصيتنا في عالم كنت عم احكي قبل شوية انا والاستاذ محمد فوق انه فت على مطعم وقاموا حكوا معي بالانجليزي بدولة عربية يعني فقلت له انه احكوا معي بالعربي قالوا لي ممنوع نحكي بالعربي إيه؟ بهذا المطعم لازم نحكي بالانجليزي اوكي اوكي يعني هذا ادب يعني قديش نحن اليوم لازم ندافع عن ثقافتنا وعن وجودنا لانه نحن يعني ما لنا احسن من غير امم بس ما لنا اقل اكيد اكيد بس سؤال يعني معلش انا مش عم بعترض على احساسك وبعرف احساسك وشعورك الوطني العالي المستوى بس يا ترى اذا حكينا ولو بالسريلانكي بس نفهم مع بعض مو احسن المشكلة ما هي مشكلة لغة بالعكس اليوم بعصرنا هذا إذا أنت بتحكي بس لغتك القومية فأنت بيبقى ناقصك كتير نحن بعصر لازم تحكي لغة تانية على الأقل على الأقل لا لغة تانية على الأقل وهذا ضروري وهذا من سمات المجتمع المتحضر بدون شك وكل الناس هلأ الآن عم تتعلم أولادها هذا الشيء وين هذا المطعم لكن 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 لكن, لكن شي محل على البحر أنه يجي حدا يقنعني أو يحاول يجبرني على انه لغتي اصبحت لغة غير مناسبة للتداول العصري يعني بعتبر انه هذا يعني مشكلة كبيرة والله بتهيالي هذا الموضوع بده يعني بده بحث والله بده حلقة لوحدة وعلى كل انه هلا بس نطلع تعطيني عنوان المطعم حابب روح جرب لغتي الانجليزي هنا to practice my English سيدتي أنا من وقت ما سألت السؤال عم فكر فيها يعني بعمل مسؤولي لحتى استقيل إنه لا أحلى ضلني مش مسؤولي لازم تكوني مسؤولي عن شيء مسؤولي عني على الأقل يعني مسؤولي على طول مسؤولي عن كل اللي بحبهم بس ما ضروري يكون مسؤولي بحقيبي يعني بقدر يكون محل تاني لا ما بعرف ما بدك تكوني مسؤولي ممكن قابل بشغلة واحدة إلغاء كل أشكال العنصرية كوي. خاصة العنصرية ضد المرأة بالعالم العربي معك حق ما شاء الله و
والله انا اولا شيء ملفت للنظر انه حتى الرجال الحاضرين بهالجلسه زقفوا كمان اكثر من نسوان، معناتها هن معك او مثلي نسوانجيه كله. انه بناصروا المراه. انا بورجيكم استاذ، انا متعصب طبعا للسينما، احب اكون مسؤول ونأدي كل واحد عاوز يدرس او حتى تلامذه كده كاميرا ديجيتال، لان انا احساسي دلوقتي ان كل واحد يقدر يعبر بالكاميرا كتير حلو. حلو يعني في ايدينا، يعني ما بقتش عايزه كاميرا. انا بتصور ان ممكن اكون وزير التربيه وتعليم عشان ابدا بالتربيه قبل التعليم. الله، لانه احنا محتاجين للتربيه. مع كل حال يعني الا يلحقنا الدور ان شاء الله بمساله الوزارات هذه، لانه وخاصه مساله يعني ما محسوبين احنا لا على حزب ولا على فئه حاكمه ولا على عشيره ولا، بس بيطلع لنا وزير دوله مثلا اللي بلش هلا ما بقولوا بلا حقيبه. انه كل ما بده يرضوا حدا بيتحشوا وزير بلا حقيبه. هو حقيبه صبر. لانه مثلا تصور بلد، طبعا مش انتقاد السودان بالقلب بالتاكيد دوما، بس مثلا الوزاره الجديده، طبعا خبر نحن مش عم ننتقد، بس عم نقول انه وزاره 31 وزير اساسي و19 وزير للدوله، هذول تبع الشنطه يعني تبع. على كل حال يعني بحب هيك وجه رساله مفتوحه للزعماء العرب من البرنامج. نحن الحقيقه يا زعمائنا بنحبكم بنحترمكم وبنتمنى نجاحكم، لانه نجاحكم هو نجاح للوطن، بس بتظلمونا وبتظلموا حالكم إذا بتصدقوا كل شيء بيقوله الإعلام الرسمي، لأنه أحيانا الإعلام الرسمي بيقلب الأسود أبيض ليرضيكم. عشقنا للوطن بقصد، يعني خلينا نحاول نقول كلمة من القلب للقلب بهالبرنامج. بنتمنى تسمعونا وإن شاء الله نلتقى الأسبوع القادم إذا مصار شيء.